السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ اموركم هانيه؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. والسينك سينك، تحياتي لحبابي والناسي، وتحياتي لاخوتي وخواتاتي، وتحياتي لمويماتي، تحيه للناس كاملين. ايوا كي جاتكم جميل، ايوا كي جاتكم جميل، وما تقولوا ان شاء الله على كل حاجه زوينه. احباب عتي ان شاء الله يقولوا كلامات زينين، هما اللي ما يحملونيش. الله خرش على راسي ديامونت، شي ديامونت رشوا على راسي، ما يحملونيش، خليهم ساكن. هما معاطفين مع السوسه، هما والسوسه خوت. ايه واش غديروا؟ عيطوا عليها راه تعطيكم، تجيو معاها قد قد نيشان. قالت لي هاد البنت شكون هذا؟ الياس سوسو، ليليا، ليليا بنت، بنت هذه بنت ليليا سوسو. تحية لك أختي، تحية كبيرة، الله يحفظك، يسر أمرك، يعطيك ما تمنيتي في خاطرك، يسقط طريقك. هذه هي جوابي عليك أختي ليليا. أنا ما نقولش لك شي حاجة خايبة. قالت لك ناري على عروبية، على داك الفيديو اللي وريتكم الدار ديالي، ناري على عروبية. غنقول لك واحد الحاجة، واحد الجواب زوين. راني عروبية وما ناكراش أصلي، راني عروبية ومفتخرة براسي، راني عروبية على بويا وجدي، راني عروبية ونحب بلادي، راني عروبية وبا عروبي وامي عروبية، راني عروبية وأصلي كله عروبي. يا وتحية الناس العروبية، وتحية الناس المدينة. شوفي تقولي بها زعما اختي، زعما راني عروبية مكلخة مجندرة، ما واعياش ما قارياش، مكلخة والو ما تعرف في الدنيا. هادشي اللي بغيتي تقول، واش هادشي اللي انتي كتعرفي بيه انتي العروبية؟ ما تحشموش، ما تراعوش، تنمروا على الناس تاع العروبية وتعيروهم بالعروبية. ويلي 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 على العربية ولات معيارة. يا بنيتي نقول لك واحد الحاجة، احنا انتي عروبية، انتي مدينية وانا عروبية. قولي يا خويتي، الما اللي شربتي رات انا شربته، والطريق اللي مشيتي فيها تانا مشيت فيها، والمدرسة اللي قريتي فيها تانا قريت فيها، والدقيق اللي كليتي تانا كليته. انا فايتك ابو واحد الحاجة، كنزرعوه في بلادنا في ارضنا تبارك الله، خلى لنا الوالد الورد تبارك الله، خلى لنا الاراضي، خلى لنا الزيتون، خلى لنا كلشي، ما نشرو حتى حاجه من السوق، نزرعوه في الارض ديالنا وناكلوه، وبالماء ديالنا وبكلشي. حاجه اخرى خويتي، الهواء اللي تنفستي انا تنفسته، ها، والقرايه اللي قريتي انا قريتها، والاول البلاد اللي كتشرح لنا رحنا جميع فيها، بلاد المغرب تبارك الله راه زينه، بمدينتها بعروبيتها كلشي تبارك الله زين. حاجة أخرى، عشت في الأمن وفي الأمان، وعشت مع خوتي ومع عمامي ومع خوالي ومع جدودي، وعيشوني واحد العيشة ديال واخا أنا يتيمة، ملي كانت عندي شي 8 سنين وأنا يتيمة ميت لي بايا، وخلاو وتهلاو فيا جدودي وتهلاو فيا عمامي وتهلاو فيا خوالي، عطوني الحنان وكبروني واحد الكبر، ما نحش بالنقص، ما نحش بالنقص، في الامان وفي الحفظ وفي خويا وفي حبابي وفي ميمتي وفي كل شيء. وحاجه اخرى حبيبتي، كتعايريني بالعروبيه، انا راه عندي العروبيه راه افتخار، انت ما خبركش، اقسم بالله ملي كتقولي لي العروبيه لا تتهزي لي الدرابو. وكنت اختي متعقده انا بديك العروبيه، كوراني خويتي ما نمشيش للمغرب ونصور لك العروبيه ديالي، ونصور لك البقره، ونصور لك الارض، ونصور لك الفلاحه، ونصور لك امي، ونصور لك خوتي، ونصور لك حبابي. سير شوفي اليوتيوب اختان في الغربه، غادي تلقيني ملي مشيت للمغرب، مشيت جلست في العروبيه 5 سنين واخا عد هاد ما نصرش، مشيت جلست في العربيه 5 اشهر واخا عندي داري في الدار البيضاء، ودار على مزين هكا دير فيها 110 متر تبارك الله، خليتي امي هكدا سدي على راسك، ومشيت للعروبيه جلست 5 اشهر في خيمتنا، حيتاش حنا نقولو الخيمه ما نقولوش الدار، واخا الناس تما ولا يقولوا الدار، انايا كيعجبني نقول الخيمه.
حياتي انا بلديه قوحه. ملي كنقول الخيمه عاده كنحس بمويتي وحبابي وعمامي وجدودي خوالي، ملي نقول الدار نحس براسي تعصرنت وما نحملش داكشي. والحمد لله ملي كبرتي شويه شديت الابتدائي في العروبيه، الاعدادي قريته في المدينه، قريته في الدار البيضاء، الاعدادي كامل قريته في الدار البيضاء ياكي. وحاوتاني رجعت للعروبيه وبقيت فيها حتى تزوجت. ملي تزوجت زوجت براجلي هو مغربي وساكن في بلجيكا وجابني لبلجيكا الحمد لله، واني ساكنه دابا في المدينه هي بشرافي بعنايتي باصلي بمفصلي. ما يا خويتي من والله العظيم انا ما كنستعرى من العروبيه، تعجبني العروبيه. راني قد ما قعدت نقولها لكم، قد ما قعدت ندير دار في العروبيه ونسميها خيمه، واخا نصاوبها بالحدي بالداكشي اللوكس وداكشي الجديد والجليج وداكشي، واخا حنا الخيمه عندنا حنا في العروبيه ما كلها بحديد، كلها بحديد. البيوت ديالنا حنا ما كنزرعو ما كان نبنيوش بالتراب، لكن بنيو بالحجر وكان بنيو بالسيمة وكان وكان نسقفو بالحديد. ايه تما عندنا والارض عندنا تما ملك، ماشيش ديال الدوله ولا ديال الجموع ولا ديال شي حاجه، ملك ايه محافظه وكلشي دايس عليها تما. حمدت الله وشكرتو، الله يرحمك يا با، الله يرحمك يا با. كون غير بقيتي ليا ما بغيت لا الارض ولا مدينه ولا حتى شي حاجه، بغيت غير ريحتك يا با، وبغيت كون غير عشت معاك، وبغيت كون دابا كون راني جيت لبلجيكا ونخدم ونعطيك ونوكلك ونشربك ونخرجك ونديك الحج وانت وناخذ منك الحنان ونعطيك الحنان ونتهلا فيك وتهلا فيا وتقول لي بنيتي الله يرضي عليك كيما دابا مع مويمتي الحمد لله. ما نكثرش عليكم اخوتي، تحيه الناس المدينه تحيه الناس العروبيه. وحاجه اخرى بنيتي، هاد العروبيه اللي كتهضري عليها راه عشت في التواسع، التواسع عرفتي شنو التواسع؟ مانيش عشت في برطمة، مانيش عشت في بيت مع سبعة مع الجيران، مانيش عشت في سبعة الخوت والأم والبو وعايشين في بيت. حين المدينة راه فيها وفيها، كاينين ناس مدينة تبارك الله اللي مبرعين، وكاينين ناس مدينة ناس مدينة مساكن اللي مقهورين، ساكن مساكن في بويت مع تحياتي ليهم، وساكنين في 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 شي بلايص اللي ضيقة مع تحياتي لهم، ما عندهم يعني على قد الحال مساكن. وتاتي كراتي مسكينه مدينيه بحال هكا وكتحس براسك راتي طب طب. اما انا حبيبتي مع تحياتي لهاد الناس، تحياتي الناس فقراء بحالي. انا بنيتي راني عشت في خيمه، نقولوا حنا الخيمه راه كيقولوا الدار، عشت فيها 500 متر رحمه الله وشكرتو، 500 متر وفيها خمسة البيوت، وكل بيت فيه 8 المتر على 3، فيه 7 المتر على 3، فيه 5 المتر ونص على 3، فيه 5 المتر ونص على 3، وفيه الكوزينة وفيه الهراية وفيه برا الجنانات الزيتون الفلاحة الدرا البشنة الزرع القمح الفول الجلبانة القرحة الحمص العدس كل شيء تم، كل شيء تم، كل شيء تم. عبد الرزاق ملي مشى معايا، عبد الرزاق راجلي ملي مشى معايا العربيه مسكين ولقينا الفول والجلبانه كان نايضه نايضه وكلينا منها، قال لي يا والله ما عمرني كليت بحال هذا المذاق. والبصله اه راه هكا حاجه جميله، على هادي عايشه يقولوا على الناس العربيه ويستعروا منها الناس، عرفتي خارج وحيح. امي دابا راني طلبتها ورغبتها، قلت لها مهمتي جيي عندنا نجيبوك لبلجيكا، قالت لك والو نون عيون عمركم ما تقولوا لي بلجيكا. انا كبرت تما ومرتاحه وقلبي موسع، كنخرج وندرج ونشم الريحه. وانتي تقولي العربيه تيجي تقولي، وانتي ملي تقولي العربيه سل شلي فمك بالعسل والسمن اللي اصلا هما ديال العربيه، وشلي فمك بكل من حاجه طيبه بالزعتر وبالسميتو بالقرنفل وكل شيء ديال العربيه، قدك الشي كاع الاعشاب اللي بيه فمك عاد نطقي العربيه. مع تحياتي الناس تاع المدينه،
تحياتي الناس تاع المدينة. انا نقول انت تقولي مثلا انت مدينية خاصك تكوني مثقفة، تكون قارية.